كازا دي كاسينجو، كرة طويلة لعدنان، وحده الوردي يصوب على الطائر، كان وحده لم يحتسب تماما أي وضعية تسلل على عدنان الوردي. كثيرين كثيرا في الخطر أمامي، ضغط عالي من النيجيري، مر بديع يراوغ يا رب ويصوبها يا بديع. الكرة لا تكتمل، الفرصة هاي فرصة أخرى لبديع أوك داخل منطقة الجزاء، بديع يرتقي المدافع محمد المنالي. بس اوكي هذه ما فيهاش ان شاء الله. حاول ان يبحث عن الخطا محمد، الحمامة البيضاء لازالت بجرحها. جبران يراوغ يقف على الكرة، خطأ من توني مغرب التطواني على الوداد، كان بثلاث أهداف لهدفين في هذا الملعب. في مارتين يلعبها عرضية بالرأس، النهيري يعلنه واستمرت كرة بينية داخل منطقة الجزاء خطيرة لمغرب التطواني. إذا كرة الآن من مخالفة لعبت بسرعة من الحسوني زوير المترجي، كازادي كاسونغو، كرة خطيرة في البداية للهداف، هداف المغرب التطواني أيوب لكحل اللي سجل خمسة أهداف هذا الموسم. أيوب لكحل يمر ببراعة في التحام بينه وبين محمد النهيري. كرة ركنية حكم المباراة عبد الرحيم اليعقوبي، تلعب الركنية ملعوبة بالرأس، النهيري تدخل وتسديد على طائر بعيدة. في البركانية في الصدارة لاستلام والتصويب على طائر بعيد. كدرين يا بدر 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 بعيد التوزيع ضايع، أقل تركيز بعض اللاعبين من جانب فريق الوداد. قلت منذ محمد مكعزي، محمد مكعزي العرضية عند نقطة الجزاء، تدخل أيضا من المدافع حمزة وسرين، ما زالت كرة في فرصة في تصويبة تمر بعيدة تماما من حمزة المساوي، حاول بهذه الكرة إلى خارج أرضية الميدان، كان يمكن أن يوزع باتجاه تطوانية، جاءت من تطوان لزيارة المتألق المتوهج في 2012. لها من هدية من يوسف بوجوتا خطيرة من كازادي، كرة جول كرة جول، لا 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 ضاعت يا بديع، هدف حقيقي. تعثرت أقدام حمزة المساوي، بديع أوك يراوغ يمر بديع ويحاور، ولكن يتدخل في النهاية محمد المنالي. ويبات بالتسديدات من خارج منطقة الجزاء، وضع كرة لبديع، بديع 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 بديع، وهي من الحسوني بديع، وضعية التسلل. للوداد عرضية في منتهى الروعة إلى القائمة الثاني، كنت أظن بأن تسللا قد حضر في كرة الظن في محل ظن. شوف منين جاء، لا 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 تنظروا لبديع، ليس بهذه الطريقة، سوف نعرف إذا ما كان زهير المترجي متسللا أو لا، ولا من هذه أيضا. المخرج جيب لنا الصورة لي، لا 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 لا، في المباشر في المباشر شعرت، بل أحسست، بل كنت على يقين بأن. شوف زهير المترجي أين يقف، وشوف لما عاد إلى الكرة صحيح لونغا، هو كازادي مرة أخرى يمرر ويطلب كرة، مرت إلى كازادي داخل منطقة الجزاء، هي خطيرة، كازادي لعبها استعادها يحيى جبران، مرت لجبران زهير، جول ما زالت لبديع، جول، لا 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 لا، غريبة 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 غريبة، عشان شاغر ضيعت، ماذا يضيع الوداد؟
والرضا تكناوت يتعلق في هذه التصويبة. الشباك وأيوب الكحل كان بالمرصاد ليرد الاعتبار لأتلتيك تطوان، وكان بالإمكان أن يتوقف ميزان المباراة من 0-0 إلى هدف دون رد. هاي كرة ليحيى جبران وحده، يحيى جبران وحده. هذا مش خليل جبران، يحيى جبران أمام المرمى، كان يمكن أن يجبر بالأضرار، يجبر لكم الفتى. هاي كرة داخل منطقة الجزاء، فيها تسلل، على نعم للاعب اللي هذا ولا ذاك، هذا أيمن عادل، عديل الحسناوي كان متسللا. خروج لأحمد رضا تكناوتيا. يا كازاديا ماذا تقدم يا كازادي؟ أي برتقالة قشر وصلت لتوني، يمر النيجيري يسوب، وين يا توني وين؟ إيدي وأشرف داري، هاي كرة اللي كان فيها وضعية التسلل واضحة وضوح الشمس على زهير المترجي. عيب في غياه بدرجات الدنيا وليد الكارتي، رائع وليد، وهاي الرضا بوناغا، الريد الثنائية بينهما، ولوحة جسوبات من خارج منطقة الجزاء خطيرة، عرضية للقب الثاني، ورضا بوناغا يتدخل. زهير المتلمشر لم يعلن الخطأ، مرت ودادية والسقوط على أرضية الميدان، جيبوه من الدرجات الدنيا. ونسأل أيضا المحبين والعشاق عن واحد من الفرق العملاقة، طبعا فخر قنيطرة بأنهم يملكون هداف التاريخي للبطولة الجزائرية، عفوا البطولة المغربية، أعتقد البوساتي. وجيبوا أيضا فريق الكوديم، وينو الكوديم وينو؟ هي كرة ودادية، واو، ورضا بوناغا بمبدأ الأمان إلى الركنية. شوط المباراة الثاني، الركنية تلعب بهذه الطريقة، خرجت ثم عادت، يقول عبد الرحيم اليعقوبي. يشتكيكم مهم، هي كرة الآن، هي فرصة، يمر بها بامتياز بدر كادرين، ما زالت لأيوب الكال، لا 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 لا، زالت زهير، والإبداع يأتي من بديع أوك، وكرة على طريقة زلاتان إبراهيموفيتش السويدي الذي أصبح ميلانيستا في هذه الأيام. إنه كازادي كاسينغو بهذه الطريقة، زلاتان يزلطن الشباك إن صح الفعل وإن صح القول، فكاسينغو كازادي زلطن شباك الأتلتيك تطوان، لقد وضع الكرة في شباكهم على طريقة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. كازادي ومن غيره، الوداد هدف المات لا شيء، تحررت الأقدام ثم لا شك من غيره، خطيرة باتجاه على أقصى اليسار، مساوي والاستقبال والترويض والإيقاف، نعم لمسة يد من باص، أيوب يعادل الكفة، أيوب الأكحل يدرك التعادل في هذه اللحظات على بعد ربع ساعة من نهاية المباراة. اشتعلت الأجواء، المغرب التطواني يستفيد، وردي جول، صارت تضحوك يا أيوب، صارت يا عدنان يا الوردي، وعشاقه، أوي 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 أوي، جول الثاني ودادي. إذا كنت أنت
التعديل الحسناوي. هدايا عياد الميلاد، هناك من يرفضها وهناك من يقبلها. كازادي 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 يقول للوردي: أنا الودادي، أنا الذي أسجل وأنا لها.